حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي في البداية النهاردة. أكيد يوم زي ما حضرتك شايف على قدر الحدث، توقيع عقد شراكة ما بين النادي الأهلي وما بين شركة اتصالات مصر لمدة 4 سنوات. شايف الشراكة إزاي وشايف تأثيرها كمان في المستقبل إزاي قدام على النادي الأهلي؟ لا طبعا الشراكات دي هي من الحاجات الأساسية والمهمة في الداعمة للأندية الكبيرة الحجم ذات الكيان العظيم على مستوى الوطن وعلى مستوى الوطن العربي الكبير. أعتقد أنه هتكون شراكة مهمة جدا. واتصالات مش أول مرة اتصالات ليها قبل كده شراكة مع النادي الأهلي، كانت على فكرة فاعل خير كبير جدا الأهلي على مستوى أفريقيا وعلى مستوى الدوري المحلي، علاقة وطيدة بتجمع الأهلي بين الكيانات الاقتصادية في مصر، يعني خاصة اتصالات يمكن كان اكبر عقد وقتها اتعمل لرعايه النادي الاهلي الفتره دي كان عقد شركه اتصالات، وقدمت جمله وحزمه يعني مساعدات مهمه جدا للنادي الاهلي ونقلت النادي من مرحله لمرحله اخرى، المرحله اللي وصلنا لها النهارده وكل العالم شايف والناس في مصر متابعه وباستغراب بتقول ايه حكايه الاهلي ده؟ الكلام الناس مش واخده بالها ان الكلام ده ما بيجيش في يوم وليله، دي سلسلة من النجاحات على مسار النادي من 1907. تطورت المسألة شعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة جدا، استقرار إداري ونجاح على المستوى. عندك النهاردة الأهلي 5 أفرع بيفتتح كمان السادس بإذن الله تعالى، إن شاء الله يبقى حدث كبير جدا. عندك قاعدة جماهيرية على تويتر، عندك قاعدة جماهيرية جدا على الفيسبوك، عندك قاعدة جماهيرية جدا على الانستجرام، عندك متابعة، عندك فاعلية، عندك روح، عندك شعبية، عندك بطولات، كل ده بيصب في مصلحة حاجة كيان اسمه النادي الأهلي. كل ده بيشتغل من أجل الحفاظ على اسم هذا المكان، حتى لو اختفت البطولات وغابت سنة أو غابت 2 إلا أن هناك بطولات في جانب آخر. فأعتقد أن الشراكة دي ومثل هذه الشراكات المهمة جدا بتكون داعم ودافع في ظل الظروف كمان ما يموج به العالم الآن من ظروف اقتصادية صعبة، كون أنه يتم عرض كبير جدا للنادي الأهلي من شركة اتصالات، شركة كبيرة ذات سمعة كبيرة، يعني هي تتبع الأم الكبيرة في دولة الإمارات العربية. لا شك انه ده شيء مهم جدا، اعتقد انه هتبقى نقله كبيره جدا للنادي الاهلي لمستقبل 4 سنوات، هيكون فيها حاجات هتقدم حاجات كتيره، هيبقى فيها يعني نقله في الرعايه في النوعيه في تقديم الماده كمان للجمهور للراغب الاهلي. اعتقد بيقدم دروس مهمه جدا انه مش مساله الرياضه، لابد ان تسير الرياضه مع الاستقرار الاداري مع النجاح والافكار الاستثماريه المختلفه. خالد تعب بنعم. طيب